في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجاً وكذا المرأة المعيلة، وصلت الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان لتوزيع مساعدات عينية على هذه الفئات على مستوى الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. احنا ولادك يا بلادي اللي تجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا، بلادي سد ومنيع. تسعى وزارة الداخلية إلى طرق كافة الأبواب لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. في هذا الإطار واصلت الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، التي تستهدف توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً بخاصة السيدات المعيلات، وهو ما يتماشى مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة. مبادرة كلنا واحد مش بتروح بس المحافظات الكبيرة زي القاهرة والجيزة لا ده بتيجي الصعيد هنا، هي المنيا وصمالوط وكمان القرى كمان. شرفتونا النهاردة ونشكركم وإن مهتمين بالذات الإعاقة، وإن جيتوا المنيا والصعيد هنا وجابلنا الوجبات الغذائية. بنشكر الرئيس والله على اهتمامه لينا وعلى الضباط الموجودين. بشكر بصراحة على كل اللي بيعملوه معانا، يعني احنا ما فيش حد بيعمل معانا هم اللي بيعملوه. قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات الأمن وجه مأموريات إلى المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم والمساندة والمساعدة لقاطني تلك المناطق. ربنا يخليك يا رئيس لينا يا رب. وقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. ربنا يخليك ويصلح حال البلد يا رب. مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تضمنت في مرحلتها الثالثة إلى جانب المساعدات العينية قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، قامت بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لقاطني المناطق المستهدفة، الذين أشادوا بقوافل الدعم المتواصلة التي تقدمها الوزارة لهم، والتي تأتي في إطار تفعيل مشاركتها المجتمعية كجزء رئيسي من الاستراتيجية الأمنية. قافلة طبية ممتازة جدا كل الكشوفات كانت موجودة كلها. حاجة بصراحة مشرفة جدا وكويسة خالص، فيها علاج وفيها دكاترة وفيها يعني حاجات كتيرة حلوة ومجاني. بشكر سيادة الرئيس على اللي بيعمله معانا، يعني مبادرة كلنا واحد دي مبادرة من أحسن حاجة اتعملت. كلنا واحد بتخفف الحمل وكده، وربنا يبارك لكم انتوا والريس، وربنا يخلينا سعادة الريس. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هذه واحدة من المبادرات الإنسانية التي تحرص وزارة الداخلية على تفعيلها لدعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن ماديا ومعنويا لتخفيف الأعباء عنهم. تحيا مصر، تحيا مصر.